لا جديد يذكر ولا قديم يستحق الذكر، هذا هو حال أنديتنا المشاركة خارجيا وتحديدا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد ودع ناديانا السويق وصحم البطولة من دور المجموعات قبل الختام بجولة واحدة دون تحقيق نتائج تذكر، وبذلك كان بالإمكان أن نطلق على خروج فريق السويق بهذه الطريقة بالخروج الكارثي، فلقد كانت الآمال كبيرة عليه لتقديم وجه مشرف للكرة العمانية خاصة مع الانتدابات التي سبقت الموسم، لكن الفريق لم يظهر ما يؤكد طموحه في تحقيق المنافسة بالبطولة الآسيوية، وكان واضح في مباريات الفريق أن الأصفر يؤدي مبارياته لتأدية الواجب فقط لا أكثر. ونعيد هنا السؤال من جديد، لماذا نشارك دائما من أجل تأدية الواجب؟